بداية أن أدلي ببضعة ملاحظات. إن النمو الاقتصادي الضعيف هو سيد الموقف في العديد من الصديات، فإن التكنولوجيا وتطبيقاتها باتت من الأمور الرئيسية، وهذا يحصل بين الانتاجية والتكنولوجيا والارتفاع في النمو الاقتصادي، مما يمثل الجائزة الذهبية لجميع صانعي السياسات. إن أهمية التكنولوجيا تذهب أبعد من تأثير الانتاج. إن التكنولوجيا بإمكانها أن تغير من المجتمعات وتحولها وأن تواجه التحديات الكبرى التي يواجهها العالم اليوم. لذلك ليس من المفاجئ أن الحكومات هنا في دول مجلس التعاون الخليجي قد حددت أولوياتها، وهي أن تعتمد نظاما يسمح باعتماد التكنولوجيات للنمو. وبالطبع أن هذا يستلزم الاستثمارات والالتزام طويل الأمد في كل من البنية التحتية والتعليم، وهذا يستلزم أيضا الشراكة والتعامل مع الأطراف المعنيين الآخرين على وجه الأخص القطاع الخاص وشركات الأعمال. إن الأدلة تبين أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤدي أداء جيدا من حيث تنظيم بيئة المؤسسات والأعمال. إن المنتدى الاقتصادي العالمي قد أصدر مؤشرا سنويا يقيس كيف أن الدول بإمكانها أن تجمع المعلومات وتستفيد من تقنيات المعلومات والاتصالات، وأن مؤشر الجهوزية التكنولوجية هو قياس يسمح لنا بقياس أداء الدول في هذه المنطقة. ومن المفاجئ أن هذا قد بين الرابط القوي بين الدول ذات الدخل المرتفع وأداء هذا المؤشر. إن هذا المؤشر لعام 2014 قد أثر التزام دول مجلس التعاون الخليجي. الدولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة 23، قطر 27، البحرين 30، المملكة العربية السعودية 35، وعمان 42. إن الأدلة الأخيرة قد بينت بأن هذه الالتزامات تزداد، وقد سمعنا من الوزير البارحة وخلال هذا اليوم أيضا ما تحدث عنه سيد خالد عن طموحات البحرين بالاستثمار في البنية التحتية وفي التعليم، كما وسمعنا أيضا الإعلان عن أول برنامج لتسريع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وفي منطقة الشرق الأوسط هنا في البحرين. كما وأننا كنا قد سمعنا أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت خطة الاستثمار بأكثر من ملياري دولار من خلال خطة للتدريب برامج للتعليم وأيضا في مجال البنية التحتية وقطاع النقل وقطاع التكنولوجيا. أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تنويع نشاطاتها الاقتصادية من خلال زيادة هذه النشاطات، ولذلك هم يرسون الأرضية لهذا الاقتصاد المتنوع. إن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على بناء القدرات على مستوى التكنولوجيات وهذه الاقتصاديات التي عليها أن تعتمد على هذه التكنولوجيات. فنحن بحاجة للعمل على المجالات التالية. أولا التعليم. التعليم يعتبر قطاعا مهما جدا. ليس من المفاجئ بأن مراكز الإبداع والابتكار كانت قد نشأت وكانت نتيجة لعمل للجامعات والمؤسسات الأكاديمية. إن في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي هذا التحدي، تحدي تطوير القطاع العام، ما زال قائما. نحن بإمكاننا نستفيد من التكنولوجيا لتحسين الحياة وزيادة النمو الاقتصادي، ولكن في الوقت ذاته علينا أن نأخذ بالاعتبار الخطر الذي يأتي مع اعتماد هذه التكنولوجيات. لقد شهدنا هذه المخاطر من خلال الجريمة الإلكترونية وحتى الحرب الإلكترونية. هذا موضوعا ربما ليس موضوع الحرب الإلكترونية موضوعا حارا فيها أو ساخنا في هذه الفترة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنه في دول أخرى. نحن بطبع سوف نستمع إلى السيد أندري الذي سيتحدث عن هذا الموضوع. علينا أيضا نأخذها بالاعتبار المخاطر التي تنجم عن اعتماد التكنولوجيا على وجه الأخص الأتمتة وبرمجيات الحاسوبية وإيجاد فرص العمل في الأسواق. إن هذه المخاطر قد تحدث عنها ماركت بول وقد تحدث عن Rise of the Wallbox في إطار التطورات التكنولوجيا الحاصلة. الفرص والمخاطر موجودة، ولكن من الواضح أن التكنولوجيا ودمج التكنولوجيا في الاقتصاد بات موضوعا مهيمنا في الفترة الأخيرة على أجندات اتخذ القرارات في دولة البحرين، في دول مجلس التعاون الخليجي وفي كافة دول العالم. لذلك نحن محظوظين بأن يتواجد معنا اليوم مجموعة من المتحدثين الخبراء الذين سوف يتحدثون عن هذا الموضوع. قد طلبت من كل متحدث أن يدلي بكلمات افتتاحية وألا يتخطوا 10 دقائق في هذه الكلمة، مما سوف يسمح لنا بأن نفتح الباب للنقاش ولطرح الأسئلة وإعطاء الأجوبة. سوف أقدم لكم المتحدثة الأولى تيريزا كارلسون، نائب رئيس للقطاع العام العالمي من موقع أمازون. إن تيريزا كارلسون تقدم النصائح حول السياسة الأجنبية والسياسة الخارجية لموقع أمازون.
تريزا الكلمة لك، تفضلي. مرحبا جميعا، لما لا تعطوني 30 دقيقة؟ سوف أخذ 30 دقيقة إن لم تمانعوا. إذا مرحبا مرة جديدة. فلنتحدث إذا عن السحابة الحاسوبية. فكما أشار زميلي ينز، فنحن نعمل في هذا المجال، وأنا شغوفة بهذا العمل وهذا التخصص، إنه يتضمن الحكومات من كافة أنحاء العالم، الحكومات المركزية، الحكومات الفيدرالية، الحكومات المحلية، وأنا أعمل مع مؤسسات تعليمية وحتى مع مؤسسات من القطاع الخاص والقطاع العام. حظيت بالفرصة أن أعمل مستخدمين التكنولوجيات الكبيرة ومع شركات التكنولوجيا التعليمية الكبيرة، وقد عملت حتى مع مؤسسات لا تبغي ربح كمنظمات غير الحكومية مثل USAID، وكالة المساعدة الأمريكية الدولية، وأيضا الصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية التي لا تبغي ربح. إذا لماذا نتحدث عن هذه السحابة الحاسوبية وما تعني هذه السحابة الحاسوبية؟ قد سمعنا الكثير من الكلام عنها. إن هذا المصطلح السحابة الحاسوبية أو الحاسوبية عبر السحابة، هذا المصطلح ليس بالمصطلح الجديد، ولكنه قد طرق إلى الساحة منذ 6 أو 7 سنوات ويستخدم بشكل كبير جدا. ونحن نلاحظ بأنه كناية عن موارد تقنية المعلومات على الطلب، إن كانت الإنترنت وصدق أو لا، فأنتم تدفعون فقط لما تستخدمونه وما تستهلكونه. لذلك أثناء لماذا نتحدث عن السحابة الحاسوبية اليوم في مؤتمر من هذا النوع؟ نحن بطبع نتحدث عن هذا الموضوع لأن قصة أمازون وكيف تمكننا من أن ندخل إلى فمجال السحابة الحاسوبية هو قصة مهمة جدا ينبغي الإشارة إليها. إنها قصة أيضا تعلل لنا الأسباب لكي نفهم كيف أن الشركات والمؤسسات الصغيرة والتطبيقات الإلكترونية والحكومات بإمكانها فعلا أن تستخدم التكنولوجيات الجديدة وأن تقوي من قدراتها، وذلك بناء على مفهوم على الطلب، بأنه بإمكانك أن تدفع فقط مقابل ما تستخدمه، مما يعطيهم بالطبع مزيد من الادخار للقيام بالاستثمارات الإضافية وبالعمل. نحن في أمازون كنا قد اكتشفنا بأننا نشهد تباطؤا في عملنا لأننا لم نحصل على الموارد تقنية المعلومات الاي تي اللازمة، حول رغم من أننا كنا نعمل على فعلا إنشاء هذه الشركة العالمية الكبيرة ونعمل على مجال التجزئة، ولكن عندما نظرنا في تطوير خط جديد لعملنا لقد اكتشفنا بأن النمو كان بطيئا جدا، ولقد أيضا لاحظنا بأن موارد تقنية المعلومات التي تؤدي إلى هذا الإبطاء في النمو. ولذلك قد تعلمنا كثيرا من كيفية إدارتنا لمجال التجزئة أو مجال الذي كان مبنيا على الخدمات بالتجزئة، وبدأنا بالقول إذن فلنأخذ كل هذه التجربة في السنوات العشر الماضية أثناء قيامنا بالعمل بالخدمات التجزئة وأن نقدمها إلى عالم المستهلكين اليوم، ونقدم لهم هم هذه الموارد، موارد تقنيات المعلومات على الطلب، والتي بإمكانها أن تكون مفيدة لنا في أمازون. ونتيجة لذلك فإننا نحن اليوم إن موقع أمازون وخدمات موقع أمازون يعتبر من خطوط العمل في أمازون، أمازون إنك شركة أمازون بالطبع، ونحن الشركة التي فعلا تحقق نموا كبيرا في هذا القسم، قسم الموارد تقنيات المعلومات على الطلب. اعتبرت أنه قد يكون المجدي لكم أن تعرفوا ما الذي نقوم به في موقع أمازون. فنحن بالطبع نعمل كشركة للوجستيات وأيضا للهندسة، نعمل على بناء مراكز البيانات وعلى بناء السحابة الحاسوبية. نحن نعمل مع كافة أنواع الشركات، ولكن ما هو مفيد في عملنا وما الذي أطلق عملنا كان هؤلاء المطورون الذين هم بدأوا بإطلاق AWS واستخدام التقنيات هذه. ونحن اليوم نحن نستخدم بالطبع AWS، واسمحوا لي هنا أن أتحدث قليلا عن هذه النقطة، لأننا برأينا أتينا بهذه الفكرة، فكرة السحابة الحاسوبية التي هي فرصة سانحة ومهمة جدا لدول منطقة الشرق الأوسط. لذا بدأتم بتفكير كيفية تمكينكم للشركات والمؤسسات والأعمال لكي تتمكن من تحقيق النمو والتطور بشكل سريع، وأن تتفادى التخبط في هذا الإخفاق. إن السحابة الحاسوبية هي الطريقة نحو الأمام. فإننا نحن اليوم نعيش في هذا العالم، لدينا 11 منطقة، وهي المنطقة كناية عن مركز لهذه السحابة، حيث أنه نبني أكثر من مركز للبيانات، عدة مراكز بيانات متعددة بشكل مجموعات معزولة، وأن هذه المجموعات كلها متوزعة في كافة أنحاء العالم. قد أعلن عن مراكز، واحد في الهند، واحد في كوريا، وواحد في المملكة المتحدة، ونحن بالطبع سوف نستمر بالإعلان عن المزيد من هذه المراكز. ولكن حاليا نحن ليس لدينا اليوم أي مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن نحن نأمل أن في غضون فترة قصيرة سوف نتمكن من تغيير هذا الواقع. اسمحوا لي أن أتحدث عن بضع دراسات حالة حول كيف أن هذه السحابة الحاسوبية
بالسحابة يتم استخدامها، وكيف تدفع قدما بهذا الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط؟ اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا من القطاع المالي، فإن هنا في دولة البحرين بالطبع نرى بأنه من الجيد جدا بأن نرى هذا المركز المالي القوي للعمليات الصيرفة والعمليات المالية في منطقة الشرق الأوسط. إن المصارف تعتبر مهمة جدا في استخدام هذه السحابة الحاسوبية لكي تعمل على تمكين أعمالها، وأن فعلا تتمكن من اعتماد نموذج يختلف عن النموذج المعتمد. في الولايات المتحدة الأمريكية لدينا أكثر من 140 شركة تعمل مع حوالي 50 مليون مستهلك من شركات صغيرة ومتوسطة وتجار، وأن الـ ABS Cloud قد هذه الحساب سحابة الـ ABS باتت التكنولوجيا تستخدم تسمح على زيادة تحسين الأداء من خلال زيادة الأمن في هذه المراكز البيانات وتحسين خدماتهم للعملاء. ونتيجة لذلك أن AWS من المتوقع أن تتمكن من تقليص استخدامهم لهذه المركز للبيانات بحلول 2018، وهذا يعني بأن كل خدمة لـ AWS يتم اختبارها ويتم تطبيقها، وذلك بناء على رايتها الصغيرة الجديدة الخاصة بالمصارف. كما سبق وذكرت لقد تمكننا من أن نحقق النجاح فقط عندما كان العملاء يشعرون بهذا الرضا وقد نجحوا، وأن انتقالهم نحو AWS فإنه قيل مرة بأن إن قطاع الخدمات المالية يجذب بشكل كبير الجرائم الإلكترونية، ولذلك عملنا مع AWS على تطوير نظام أمن يسمح لنا بأن نعمل بشكل آمن أكثر في هذه السحابة الحاسوبية، ونحن من خلال مراكز بياناتنا أن نحقق ذلك. سمعنا مرارا وتكرارا من قبل العملاء اليوم بأن الأمن يعتبر أحد المصادر الرئيسية نحو انتقالهم تجاه استخدام هذه السحابة، وأن اختيارهم لـ AWS بسبب نموذج الأمن المعتمد فيها، ولكي يتمكنوا من فعلا أن يحصلوا على هذا الأمن بطريقة تسمح لهم بأن يلبوا هذه الطلبات طلبات الشراء في وقت الذروة. وكانوا قد أشاروا بأنهم بحاجة إلى توفر هذه الخدمات وأن يتمكنوا من أن يقدموا هذه الخدمات بشكل سريع وبطريقة آمنة، وهذا هو مفتاح الأستا. أن نتمكن من أن نتحلى بالقدرة التنافسية في مجال العمل اليوم، نحن علينا أن نعمل على هذه السحابة الحاسوبية لكي نتمكن من تزويد خدماتنا بشكل سريع، اختبارها وتأمينها على المستوى العالمي. وهنا إليكم مثالا آخر سأتبادله معكم، وهو في قطاع الصحة، وهذا بالطبع يزيد من نسبة البحوث والدراسات. كنا قد استضفنا مجموعة من البيانات التي تسمح لنا بأن نقيس قوة البيانات المفتوحة. ففي الماضي كان لدينا الكثير من البيانات المتوفرة، وفي الماضي إن الباحثون والحكومات والجميع كانوا فعلا يخسرون جراء عدم تمكننا من الوصول إلى هذه البيانات. نحن اليوم جعلنا هذه البيانات متوفرة عبر هذه السحابة دون أي تكلفة، مما قد ساهم في زيادة البحوث وتحسين حياة الإنسان وجعل هذا العالم عالم أفضل لنعيش فيه. ونحن من خلال ذلك بإمكاننا فعلا أن نعمل على زيادة الابتكار وعلى أن نخلق فرص جديدة للمصلحة العامة. نحن أيضا كنا قد ساهمنا في الحملة ضد السرطان، ومرة جديدة من خلال هذه السحابة الحاسوبية تمكننا من أن نحقق ذلك. أن جميع الخبراء الصحيين الخبراء في مجال الصحة الكفء بإمكانهم يحصل على هذه البيانات دون أي تكلفة. إليكم مثالا أن مختبرات ميركلي فأنهم اليوم يستخدمون هذه السحابة الحاسوبية لكي يتمكنوا من أن يقوموا باختبار كل كافة أنواع الوراثية لهذا السرطان والجينوم الخاص بالسرطان، ونحن قد تمكننا أن نحصل على هذه البيانات من خلال هذه المراكز، وتمكننا من أن نبين أنه مع كل أنواع السرطان مقابل هذه الجينومات التي يتم استخدامها بإمكاننا أن نرى العامل المغير، وهكذا تمكنوا من أن يعتمدوا على البيانات متعددة المصادر أو البيانات الكبيرة لفهم أكثر ما كيف يواجهون هذه الجينومز وما هي التي تؤثر وما هي الأنواع الأكثر انتشارا. لذلك من خلال هذه المراكز بإمكاننا أن نحسن من البحوث في مجال مكافحة السرطان. أخذنا بالاعتبار هذه البيانات فنحن بحاجة إلى بنية تحتية كبيرة لكي نتمكن من التعامل ومعالجة هذه البيانات، وبإمكاننا أن نخلق النماذج لكي نتمكن من
من جمع التمويل لهذه البحوث التي تنطلق من ورقة البيضاء. لذلك هذا ما قمتم بإنشاء مراكز البيانات والخوارزمات لهذه الأنماط، حين بإمكانكم أن تحملوها على موقع إلكتروني وأن تربطوها برابط إلكتروني، وعندما تضغط على الرابط الإلكتروني بإمكانها حين فعلا أن تستخدم المعرفة والمعلومات التي قد وصل إليها العلماء الآخرين. فبدلا من أن تنطلق من الخطوة 0 إلى الخطوة 50 بإمكانكم أن تدوم منتصف الطريق، وهذا ما نسمعه من قبل الباحثين. مثال المجموعة مركز البيانات التي تتقدم أو تقدم لنا البيانات الخاصة بالعلماء، أن وقد عملنا مع المجموعة الأمريكية ومع زملائنا في الولايات المتحدة الأمريكية على برنامج خاص بالفضاء وبالسواتل، وبالطبع هذا يسمح لنا بالحصول على الصورة الجغرافية من السواتل وهذه التي شكلت مركزا لبياناتنا والتي بإمكان الجميع الحصول عليها. مرة جديدة في غضون أسبوعين قد تمكنا من أن نحصل على 10 شركاء جدد يعملون معنا على هذا المشروع، وأن هذه البيانات التي قد طلبت كانت قد طلبت أكثر من 500 مليون مرة عالميا. كان هذا مثالا إلى يبين عفوا وتيرة سرعة تطور هذه الأمور. ما نقوم به اليوم أن الحكومات في كافة أنحاء العالم نطلب منها أن تعطينا البيانات الصعبة، ونقوم بطرح هذه البيانات بتسميح بطريقة تسمح لجميع الدخول إليها. إذا العديد من هذه البيانات كانت بيانات مغلقة لفترة طويلة. أما الآن فلنتحدث لما يعتبر هذا مهما في منطقة الشرق الأوسط، وأين هي الفرصة السانحة. دون أدنى شك نحن نلاحظ بأن الفرصة قائمة والفرصة كبيرة جدا. سمعت كثيرا اليوم الحديث عن العديد من المواضيع، وأنا أعتقد أن العديد من المواضيع وأهمها المخاطر والتهديدات، ولكن برأيي أن هناك الكثير من الفرص مع ريادة العمل في منطقة الشرق الأوسط. عندما نرى هذه التطبيقات الإلكترونية التي تمكنها هذه السحابة الحاسوبية وإمكانية إنشاء شركة صغيرة من خلال أسمال صغير، بإمكانكم أن تضعوا البرامج التي تسمح لهؤلاء الأفراد ولهذه الشركات أن تحصل على فرصة التعليم وأيضا على التدريب والإشراف، حيث أنه بإمكانهم أن يحرزوا تقدما سريعا وليسوا مضطرين أن يعودوا إلى النقطة صفر ويقوموا بعملية الشراء في سلسلة التوريد. نحن بإمكاننا مساعدتهم على التعلم من الخبرات التي قد خدناها من حيث اكتسابهم للمعرفة عبر من خلال تجارب الآخرين. لذلك من بين الأمور التي كنت أعتبر أنهم مهم جدا أن نشير لها مع عملنا مع البحرين هنا، لا أعرف إذا كنتم سمعتم أننا هذا الصباح وقد أعلننا بأننا عملنا على برنامج التسريع مع مجلس التنمية الاقتصادية، وأنا أعتقد بأن هذه فرصة تسمح لنا بإحداث التغيير وبزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث بإمكانهما أن يقدم فعلا أمرا مميزا لهذه الدولة ويبين للمنطقة كيف أن الأفراد والشركات بإمكانهم أن يحصل على التمكين اللازم. وخلال الأسابيع الماضية تمكنا من أن نعمل مع هذه الشركات وأن نفهم من خلال هذه الشركات ما هي المشاكل التي يواجهونها، ليس فقط المشاكل في مجال العمل ولكن أيضا ما هي الفرص لهذه الأعمال. وقد اكتشفنا بأننا فعلا أمام مجموعة من الشركات الملمة والتي قد اكتسبت معرفة كافية، ولكنهم بحاجة إلى التكنولوجيات التي تسمح لنا بأن يقوموا بعملهم بوتيرة سريعة ويعمموا ذلك على الساحة العالمية. الفائدة هنا ليست فقط اعتماد منهجية محلية للعمل، بل منهجية إقليمية ومنهجية دولية أو عالمية. لمع هؤلاء الرواد الأعمال أن يحظوا بفرصة أن يفتحوا نماذج عملهم فقط في منطقة واحد، لما يفتحوا مثلا على Amazon.com كما تفعل Amazon.com. ونحن لدينا أفضل مثال عن كيف أن هذه السحابة الحاسوبية قد تمكنت من تقوية عملنا وتمكننا من أن نحقق نموا كبيرا، ونحن في معظم الأحيان نتحدث عن نفس القصة. أطلقنا هذا العمل في عام 2006 مع خدمة واحدة، ولكنها إننا اليوم بعد مضي عدة سنوات نحن نقدم أكثر من 600 خدمة، وبالطبع هذا يعتبر لا سابق له، فإن هذا يمكن للشركاء وأيضا للشركة التي نعمل معها أن بدورها تحصل على تمكين لمؤسساتها وشركاتها. وبهذا أن الفرصة متاحة لريادة الأعمال ولرواد الأعمال في هذه المنطقة، ونحن متحمسون جدا لدعمكم من خلال التكنولوجيا، أن التكنولوجيا تعتبر محركا رئيسيا لريادة الأعمال وأنها محركا أساسيا للاقتصاد إذا ما تم استخدامها بالطريقة الصحيحة. ومن خلال النقاط التي قدمتها أنتقل لكي أقدم نقطة خاصة بالسياسة. السياسة عليها أن تستفيد من التكنولوجيا، فنحن بحاجة إلى اعتماد سياسة
سياسة صديقة للبيئة أثناء اعتمادنا هذه التكنولوجيات، لأنه عندما نأتي نتحدث عن التكنولوجيا أن التكنولوجيا تؤدي إلى ركود في مجال الاقتصادي والابتكار، لذلك لا ينبغي أن نقف في هذا الفخ. وأنا أعتقد بأن البحرين اليوم شريك كبير وشريك مهم جدا، وقد تحلوا بالانفتاح لكي يفهموا ما هي السياسات التي هي بحاجة إلى الذين هم بحاجة إلى اعتمادها. لقد عملنا مع الكثير من الحكومات، وردت الفعل الأولى إلى الحكومة كانت الحكومات أن يرفضوها، ولكن هذا لم يحصل مع البحرين. إن الفرصة متاحة للجميع هنا، لكل الحكومات. نحن بحاجة إلى مساعدة الجميع على أن يفهموا ويشاركوا هذه المعرفة التي قد اكتسبناها من تجربتنا العالمية. لذلك إن الموضوع الرئيسي هو أن نمضي المزيد من الوقت بالعمل على تطوير هذه السياسات، وفعلا أن نعمل على تعميم هذه التجربة في كافة أنحاء المنطقة. عندما يسألني الناس اليوم ما هي الحواجز، لما الناس لا يقومون باعتماد السحابة الحاسوبية، صادق أم لا؟ الأمن لا، المسألة لا ترتبط بالأمن. الأمن في الماضي كان السبب وراء عدم استخدام هذه السحابة، هذا كان في المراحل الأولية، وفي المراحل الأولية بالطبع الجميع سيخشون تجربة ما هو جديد، ولكن من المهم جدا أن نختبر ونجرب. فلنختبر السحابات الحاسوبية. إن السحابة الحاسوبية تشبه السيليكون فالي، وما قد تم القيام به في السيليكون فالي، فقد تمكنوا من أن يحققوا نموا سريعا. التجربة تقودكم نحو الاستخدام الأسرع، ومع كل هذا فنحن بحاجة إلى المهارات. ومن بين المواضيع الرئيسية والأهداف الرئيسية في هذه المنطقة هو رفع هذه المهارات. كيف بإمكاننا أن نحسن من المهارات؟ ما هي الحلول؟ نحن بالطبع سوف نعمل من خلال هذا البرنامج، وقد أطلقنا في AWS أيضا برنامج AWS التثقيف في شهر أبريل، وهذا البرنامج يمنح ألاف ومليارات وملايين الدولارات على شكل منح وعلى شكل تدريب وجمع التمويل، وذلك بغرض تطوير المهارات من وتقديم التدريب من قبل خبراء ومهندسين في مجال التكنولوجيا وفي مجال الحواسيب. ونحن نؤمن التدريب مجانا، ونؤمن كما سبق ذكرت بعض القروض وحتى برامج الترخيص، حيث أن التلاميذ عندما يتخرجون فهم لديهم هذه المؤهلات وهذه المهارات تسمح لهم للعمل في السحابة الحاسوبية. وأن العام الماضي كان قد ذكر هناك 5 مليون وظيفة قد تم خلقها من خلال السحابة الحاسوبية. وأنا بإمكاني أن أؤكد لكم أن لدينا المزيد من الوظائف، وبإمكاني أن أخلق هذه الوظائف هنا. ما من سبب لمن هذه الوظائف لا يمكن خلقها هنا في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة البحرين على وجه الأخص. وبهذا أنا فعلا أرغب بأن أعرب عن مدى حماسي بتواجد هنا مع وأن فعلا نبرم هذه الشراكة القوية، شراكة بين قطاع الخاص وقطاع الحكومة هنا. ويسرني أن أتحدث إليكم هنا في هذه الجلسة. شكرا لكم جميعا على حسن الإصغاء. Thank you very much indeed, Teresa. Thank you for giving us. شكرا لك تيريزا، وشكرا على هذه التوقعات الإيجابية المحمسة. وبالطبع إن الفرصة التي تقدمها السحابة الحاسوبية مهمة جدا لإنشاء الأعمال والشركات، وأنها مفيدة لنا جدا هنا في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي. بالطبع سوف نعود إلى التحدث في بعض النقاط التي كنت قد طرحتها عندما نفتح المجال للأسئلة والأجوبة. أنتقل الآن السيد عبد الرحمن الهاجري، وهو مدير تطوير الأعمال في الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقنية. فإن الجميع يعرف عمل السيد عبد الرحمن الهاجري. السيد عبد الرحمن الهاجري كان يعمل في أرامكو. السيد عبد الرحمن الهاجري، الكلمة لك، تفضل. السلام عليكم. يوهانسز أصحاب الفخامة، حضرات السيدة والسادة، ضيوف الكرام، بداية أتوجه بالشكر إلى دولة البحرين الكريمة، المملكة التي وفرت لنا قدرا كبيرا من الضيافة، وشكرا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لجهوده المعتادة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق الدوليين. منذ قرابة الشهر من الزمن هنا من البحرين، عادل الجبير صاحب سعادة وزير الخارجية السعودي قال خلال خطابه أمام
حوار المنامة غداة المفاوضات النووية. قال ما يلي: في المستقبل دول مجلس التعاون الخليجي تواجه 4 تحديات أساسية و4 فرص أساسية. التحديات هي سوريا، اليمن، العراق والإرهاب، والفرص الثلاث هي التنمية الاقتصادية والاستثمار. إذن التنمية الاقتصادية والاستثمار والشباب والتكنولوجيا. لهذا أنا هنا اليوم في محاولة لتسليط مزيد من الضوء على هذه الفرص الثلاث. لست سياسيا ولن أعالج تحديات من منظور السياسة، لكن هذه الفرص قد تكون فعلا فرصا حقيقية لإطلاق مركز تكنولوجي عالمي هنا في قلب المجلس، مجلس التعاون. ومع ذلك توجد تحديات كامنة مرتبطة بهذه التحديات، وهي بكل تواضع غياب المنظومة، منظومة اللوائح والأنظمة والتشريعات الداعمة، وغياب القدرات الكافية والمهارات الكافية على مستوى قبل العمل القادر على العمل على تطوير التكنولوجيا، وثالثا غياب التركيز في البحث والتطوير العلمي وجهود التسويق ذات الصلة لتحويل هذه الدراسات إلى خدمات ومنتجات ملموسة. نعرف أن دول الخليج يافعة العهد، وبعضها بلغ هذا العام عمره 45 أو سنه 45. إضافة إلى ذلك، هذه الدول تعتمد بشكل شبه كامل على الموارد الطبيعية لبناء اقتصادياتها والبنى التحتية ذات الصلة. ومع ذلك وفيما العالم يتغير بشكل متسارع وعلى ضوء تقلب أسعار النفط، العالم عازم اليوم على تطوير مصادر طاقة بديلة، مع نشوء كذلك قوى عالمية عظمى مثل الصين، الهند، البرازيل وماليزيا، التي اعتمدت في الواقع التكنولوجيا لتتنافس على الساحة الدولية. على ضوء ذلك، دول الخليج قررت أن تشارك في تطوير العالم من خلال التكنولوجيات المبتكرة، وذلك من خلال قناتي عمل أساسيتين: أولا من خلال إيجاء البيئة الملائمة المعينة لروح الريادة والابتكار، إلى جانب الاستثمار في ثروة الشباب عبر تطوير مهارات الشباب ومعرفته. بالتالي هذه الدول استفادت من استقرارها الاقتصادي والسياسي لتطوير السياسات والخطط التي تسمح لها ببلوغ ذاك الهدف. المملكة العربية السعودية وافقت منذ بضع سنوات على الخطة القطرية للعلوم والتكنولوجيا، والملك عبد العزيز كان له مدينة تأسست يوما به للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب إطلاق الخطة الوطنية للتكنولوجيا والعلوم، وهي باسم معرفة. وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء مجتمع مستند المعرفة في السعودية، لتصبح السعودية رائدة على مستوى توفير الحلول التكنولوجية والعلمية والابتكارية ضمن العالم الذي تعجه فيه التحديات المعاصرة. والهدف هو تحقيق ذلك بحلول عام 2030. والخطة قامت بتحديد 5 أنواع من القطاعات المحددة حيث لا بد من التركيز عليها، وهي تشمل تكنولوجيا المياه، تكنولوجيا الأحيائية والبيولوجية، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة، الفضاء، المواد المتقدمة، الزراعة، العلوم الحية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية. ومن إحدى النتائج المستحدثة لهذه الخطة إطلاق تقنية هي الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، وهي مملوكة من البنك العام للاستثمار السعودي الذي يرأسه صاحب سعادة تركي بن سعود، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا. تقنية تسعى اليوم إلى توجيه جهود التنويع المتسارعة للمملكة بهدف تطوير قطاعات مستندة للمعرفة، وبالتالي إيجاد وظائف ذات قيمة مضافة عالية، ناهيك عن إيجاد البيئة الابتكارية المطلوبة في المملكة. تقنية تعتمد على قنوات عمل ثلاثة: أولا الصناعات أو القطاعات التي أعمل فيها، حيث قمنا بتطوير
والتنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة مع شركين دوليين أساسيين في 6 قطاعات أساسية: المياه، الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من باب التعداد للحصر. القناة الثانية للعمل هي الاستثمارات، حيث نعمل على تطوير الرساميل أو المشاريع المشتركة ضمن الرساميل، ونعمل كذلك على تعزيز الاستثمارات المباشرة وإطلاق المنشآت الصاعدة على المستوى الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية هي من مساحات العمل الأساسية لنا، إلى جانب الخدمات التسويقية، وهي قناة العمل الثالث، حيث نعمل مع مراكز البحث والتطوير المحلية لتحويل البحث والتطوير المحلي إلى منتج ملموس يتم التسويق له. إضافة إلى كل ذلك، اليوم توجد مجموعة من الحاضنات العامة والخاصة والجهات الممولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والجهات الداعمة داخل السعودية على المستوى العام والخاص، ومؤخرا الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد تم استحداثها بهدف تنظيم وتطوير قطاع هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لجانب رفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي وتوليد الوظائف. باختصار، في البحرين لدينا بنك التنمية ورئيسه معنا هنا السيد خالد الرميحي، ويمكنه أن يتحدث باستفاضة عن هذا الموضوع، لكن رؤية البحرين للعام 2030 قد دفعت لهذا البنك بالعمل بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا والاستثمارات في المملكة، والصفقة التي وقع عليها اليوم مع أمازون هي من أمارات هذا التقدم واهتمام كبير يتم تعزيزه على مستوى تكنولوجيا المعلومات وخدماتها التي برهنت عن نجاحها. فيما أنتم في البحرين، أنصحكم بأن تزوروا مقر هذه المؤسسة وأن تعرفوا كيف يمكنكم أن تستثمروا أكثر هنا في البحرين. منذ بضعة أيام الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت اعتماد سياستها لتكنولوجيا والمعلومات والابتكار، بما في ذلك 100 مبادرة وطنية على مستوى القطاع التعليمي والابتكاري والعلمي من خلال استثمار يفوق 300 مليار درهم، أي نحو 82 مليار دولار أمريكي. والسياسية تهدف إلى رفع إنفاق الإمارات إلى 3 أمثال على البحث والتطوير بحلول العام 2020. مثال آخر ممتاز من الكويت، المنشآت الوطنية انتك أو NTC التي تأسست عام أو منذ بضعة أشهر ضمن الهيئة الاستثمارية الكويتية تماما مثل تقنية. أنتك أو NTEC هي منشأة لها مكانة مميزة، حيث أنها مملوكة وممولة بشكل كامل من الحكومة، مع ذلك تمتاز بكل خصائص القطاع الخاص وتعمل كأحدى منشآته. وأنتك كنتيجة لذلك تمكنت من استخدام تركيزها على التكنولوجيا، على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العلوم الحية والرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، المياه والتكنولوجيا البيئية، واستخدام كل هذه العناصر لتطوير استراتيجيات استثمارية مستوى نقل التكنولوجيا والدرايات، وهي تملك اليوم وتشغل 5 مراكز فرعية مملوكة بالكامل منها. وفي دولة قطر، التنمية الاقتصادية كان من أهم المبادرات التي جرى إطلاقها ضمن رؤية قطر 2030. هذه المبادرة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل اليوم نحو 15% ليس أكثر من اقتصاد القطري. ولذلك بالنسبة إلى هذا الموضوع، تم إطلاق مؤخرا الهيئة القطرية لإدارة هذه المنشآت بهدف تعزيز هذا العدد من خلال تقديم المنح المستندة إلى الأداء لهذه المنشآت. إضافة إلى ذلك، خصصت قطر 2.8% من موازنتها مؤخرا لدعم مبادرة البحث والتطوير التي يتم العمل عليها على مستوى هيئتين حكومتين سياسيتين، قطر فاونديشن مؤسسة قطر، إلى جانب المجمع العلمي وتكنولوجي في قطر، ساينس تكنولوجي بارك. أختتم بعمان. الهيئة العمانية لتعزيز الاستثمار في مجال التكنولوجيا شرع إطلاقها مؤخرا لتعزيز مبادرات الاستثمار، إلى جانب المجلس البحثي العماني الذي يقود اليوم ويرعى عددا من عمليات التعاون الدولية، إلى جانب مبادرات الابتكار المحلية وبرامج الدعم للبحث العلمي المحلي.
إن كان لي أن أعرج بشكل سريع على فرص وجود نحو 70% من سكان مجلس التعاون الخليجي دون عمر 30، فلا بد أن نقول أن دول الخليج تعترف وتقر بقيمة وأهمية التعليم والإعداد والتدريب، واستثمرت بصورة مكثفة في تطوير قدرات شبابها. على سبيل المثال قبيل هذه الجلسة خلال ورشة عمل مهارات تحدثنا عن برنامج المنح الدراسية في السعودية، والتي وفر دعم لكثير من الطلاب، ويتم نقله حاليا لكي يرتبط بصورة مباشرة بالشركات والمنظمات المملوكة بالحكومات على مستوى المهارات والمعارف المطلوبة. مثال آخر نراه في قطر التي اعتمدت منظومة تعليمية غاية في التطور، حولت كل مدارسها المحلية والوطنية إلى مدارس مستقلة، هذا هكذا تسمى، حيث لا يزال التمويل يتأتي من الحكومة لكن الإدارة تكون مستقلة مع تركيز بشكل أساسي على العلوم والرياضيات. ولا بد وأن أذكر كذلك أن بعض من أفضل المدارس في العالم اليوم هي في هذه المنطقة، منطقة الخليج، في قطر ودبي والبحرين وبعضها في السعودية. كورنيل هنا، تكساس، كارنيجي ميلون، جورج تاون، نورث ويستن، ال بي اس، لندن بزنس سكول، مدرسة لندن للأعلام، وغيرها من هذه الجامعات والمؤسسات التعليمية سيأتي إلينا عن قريب. أعرف أن الطريق لا يزال طويلا للغاية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد اللوائح والأنظمة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية أو تطوير القوى العاملة التقنية هنا داخل الدول الخليجية. ومع ذلك كما أتذكر سؤال دكتور سنجاية، هل يسعنا تفاؤل حيال المنطقة ومستقبلها؟ أجيبه بكلمات بسيطة مقتبسا السيد عادل جبير وزير خارجيتنا حين قال إن هؤلاء الذين يعولون على خسارة دول مجلس التعاون الخليجي سيخسرونهم، وأنا أضيف نعم، فلنتحلى بالتفاؤل ولنعرف أن الحضارة التي انطلقت يوما من هذه المنطقة قد قادت العلوم والابتكار على مستوى العالم برمته يوما، ويمكن لهذا التاريخ أن يجدد نفسه. شكرا لك يا عبد الرحمن على هذه اللمحة الشاملة والمكتملة حول الابتكار في المنطقة من أجل توسيع نطاق قاعدة التكنولوجيا. أندري، أمامك تحد بصفتك المتحدث التالي. لقد سمعنا إلى مداخلتين قيمتين. أندري بينا، المتحدث الثالث، هو المدير المؤسس لصندوق C5 الاستثماري الذي يستثمر في الشركات التحليلية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان المدير التنفيذي لشركة سي جي، وأمضى 3 سنوات كرئيس تنفيذي لمجموعة من الشركات في لندن، وهو أخصائي في القانون الإلكتروني أو السبراني. حضرت الرئيس، أنطلق من نفس روحية التفاؤل التي خلفها زميلي، وأبدأ بقصوصة حول شاب كان له حلم. أحد أصدقائي في الجامعة كان يحلم أن يصبح أعظم كاتب، وأتذكر عندما سألته والدته ما الذي يعني برأيه أن يكون المرء كاتبا رائعا، وشرح لوالدته بقدر كبير من الشغف أن الكاتب الرائع هو أنه يكتب كتبا يقرأها الملايين عبر مختلف أنحاء العالم، وأنه يمكنه أن يتواصل مع هؤلاء القراء على مستوى عاطفي عميق، يمكنه أن يدفعهم إلى البكاء، إلى الحزن، إلى أن يتقمصوا مشاعر حقيقية مثل الغضب والفرح وأن يتواصل معهم. يسعدني أن أخبركم بأن هذا الشاب يشعر أنه حقق كل تلك الأهداف اليوم، لأنه أصبح يكتب رسائل الخطأ The Error Messages ضمن منظومة مايكروسوفت التي تظهر على شاشاتنا في حال حدوث خطأ في استخدام الحاسوب. نعرف أن التكنولوجيا التي يمكنها أن تكون محبطة كثيرا اليوم، لكنها اليوم المحرك الأساسي للنمو على مستوى الاقتصاد العالمي. اليوم نعيش في عهد الآلة الثانية، وأثر نمو التكنولوجيا يتدلل
ويظهر مثلا من خلال أثر شركات التكنولوجيا الكبيرة على أسواق العقارات في أماكن مثل سان فرانسيسكو والتي هي اليوم من أهم المدن العقارية في العالم، وذلك يتضح عبر نمو سوق البورصة الأمريكية الذي تعزز بما يسمى بشركات فانج، أي شركات فيسبوك، أمازون، نتفليكس وجوجل، التي حركت معظم النمو على مستوى السوق البورصة الأمريكي هذا العام. كنتيجة لكل ذلك التعرض للتكنولوجيا اليوم ما عدا اختياريا لبلد أراد أن يحقق النمو الاقتصادي الشمولي والتضمينية الشامل لشعبه، بل هي لازمة لابد منها. لكن السؤال هو التالي: ما الذي يجب فعله للالتحاق بركب التطور التكنولوجي العالمي واستحداث قطاع تكنولوجي محلي؟ جدتي كانت تخبز أفضل أنواع البودينج، وكان ذلك يريحني كثيرا عندما كنت صبيا، وكنت أسألها دوما: لماذا تطهين الأم علي بهذه اللذة؟ قالت لي: أتقيد بوصفة واحدة. اليوم سأعطيكم وصفة بسبع مكونات لكي تطلقوا قطاع تكنولوجيا متقدم في البحرين. المكون الأول وبصورة مفاجئة لا علاقة له بالتكنولوجيا، يتعلق بالناس. أمازون تقول: الجميل هو الذكي، ومثل عربي يقول: صاحب الجمال هو صاحب النعمة. والبحرين مملكة تنعم بالكثير من أصحاب الذكاء، الذكاء الذي ينطلق من الفضول والرغبة بالتعرف إلى الآخرين والتلاقح الثقافي، وهذا يعطينا القاعدة الأساسية لإرساء قطاع تكنولوجي. المكون الثاني: وجود جامعات جيدة. في البحرين أكثر من 20 جامعة من الطراز العالمي والبنى التحتية إلى جانب الابتكار وطريقة التفكير على مستوى الأبحاث. في جامعات كهذه يمكنه أن يوجه بسهولة كبرى لخدمة القطاع التكنولوجي والابتكاري ورعاية إطلاق المشاريع الناشئة، وهذا تحقق بصورة ناجحة في كل أنحاء العالم. المكون الثالث: الشبكات الدولية. قال ولي العهد البحريني ان البحرين جزيره لكن ليس الاقتصاد البحريني معزول عن حوله. البحرين كانت اولى الدول في المنطقه التي اطلقت بعض المبادرات، وكانت استشرافيه من خلال اطلاق الشبكه الدوليه والولوج الى الخدمات البحثيه وابرام الشركات والحصول على فكره عن ابتكارات العالم برمته، كلها عناصر اساسيه لاطلاق قطاع تكنولوجي قيم. المكون الرابع هو التمويل. عناصر رأس المال الأساسية التي تطلع بأهمية تتعلق بالاستثمارات الاستراتيجية على مستوى المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى الابتكار، بنوك الاستثمار والأموال، كلها عناصر متوافرة هنا في البحرين. إلى جانب ذلك أعتقد أن الاستثمار في التكنولوجيا يتسق والاستثمار الإسلامي والصرف الإسلامية، حيث ذلك يركز على تقاسم المنفعة، والبحرين هي من أهم عناصر الصرف وتمويل الإسلامي على المستوى العالمي، يمكن استخدام هذا التقدم خدمة للابتكار. المكون الخامس يتعلق بتقفي أثار العظماء. لقد ترعرعت كطفل في أفريقيا، وكصبي كنت أرى دوما قطعان الفيلة تجول المكان، وكلما كانت تجول هذه القطعان تجول فرادة ولا يتبعها دائما الحيوانات الصغيرة، لكن هذه الحيوانات أحيانا كانت تتبع العظماء الفيلة العظيمة لأنها كانت تشعر بأمان معها، وكانت تشعر أنها تحصل على فرص لما كانت لتبلغها لولا الفيلة. اليوم الإنترنت محكوم بسبعة عظماء عالميين، خمسة شركات أمريكية، ثلاثة صينية، واجتذاب هذه الشركات العظمى البحرين يعني اجتذاب بيئتها والبلوغ إلى اقتصاد يشهد على تبادلات بقيمة 3.5 تريليون دولار. وأعتقد أن الإعلان الذي صدر هذا الصباح هو خطوة أولى في هذا الاتجاه. المكون السادس هو الأمن الإلكتروني أو السيبراني. هذا الأمن يوفر لنا الضمانة.
لكل مستخدم للإنترنت لاستخدام مختلف أنواع التكنولوجيا، الخدمات والمنتجات، كانت تتعلق بالترفيه، بالتعليم، بالتثقيف، بالصرف أو غيرها، بطريقة آمنة. وهذا مكون أساسي لإيجاد قاعدة اقتصادية آمنة وسليمة مرتبطة بالإنترنت. لكن بالطبع على مستوى الأمن السيبراني هناك دوما تحدي المنظمات الجرمية، و مؤخرا أفادت نيويورك تايمز أن إيران تقوم بصورة متنامية باستخدام طرق الحرب الإلكترونية كطرق لبث انعدام الاستقرار في هذه المنطقة وغيرها من مناطق العالم على ضوء التوقيع على الاتفاق النووي. كما علمني صديقي في لندن، ما من ترياق واحد تأمين الإنترنت، لكن هذا التأمين، هذا الأمن يتطلب تحالفا ذكيا بين الحكومة والقطاع الخاص، كما يتطلب مزيجا بين التثقيف، الخدمات والبرمجيات واليقظة المستدامة. لذلك الأمن الإلكتروني يبقى سعيا مستداما. ويسرني أن أعلن أن شركة C5 تعمل منذ العام الماضي على إرساء مركز للامتياز مع إحدى الجامعات الرائدة البحرينية في هذا المجال لتدريب البحرينيين الطلاب والعاملين في قطاع الأعمال في مجال الأمن الإلكتروني. أخيرا المكون الأخير والأهم، القيادة. إبراهيم لينكولن قال يوما: أفضل طريقة لاستشراف المستقبل هو أن نصنعه بأيدينا، والقادة يصنعون مستقبلهم. إرساء التكنولوجيا كعنصر اقتصادي أساسي في البحرين يتطلب قدرا كبيرا من العزم والإرادة، لكن لحسن الحظ القيادة هذه متوفرة في البحرين، ولطالما كانت قائدة رائدة في المنطقة تماما كما سيكون مستقبلها بإذن الله. شكرا. شكرا جزيلا لك يا أندري. لقد ثمنت بشكل كبير المقترحات التي طرحتها. لست متأكدا إن كنا سنتابع ألفية، لكن بالطبع فكرة استقدام المنشآت الأجنبية للبحرين أمر مفيد وملهم كهدف نسعى إليه. الآن أود أن أفتح باب طرح الأسئلة. رجاء اطرحوا أسئلتكم برفع اليد و تفادوا بعض الأخطاء التكنولوجية. لكن قبل ذلك أود أن أسأل عبد الرحمن ما يلي. موضوعان طرحتهما أو طرحا في الجلسة الماضية أثر اهتمامي. لقد تحدثنا كثيرا يا عبد الرحمن عن موضوع التعاون وما ذلك. لا أرى دليلا كبيرا على التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. يبدو لي أنه في مجال التكنولوجيا، ونظر لأن دول الخليج تواجه قضايا مشابهة وثقافات مشابهة، ينفع الجميع تعزيز هذا التعاون بدلا من أن يحاول كل بلد أن يستنسخ مجموعة خاصة به من المؤسسات. ما رأيك أنت شخصيا بموضوع التعاون وأفاقه على مستوى دول الخليج، وما هي المعوقات التي تحول دون هذا التكامل؟ هذا سؤال ممتاز. البارحة كنت أتوقع لتوجيه هذا السؤال إلى صاحب السعادة مع الوزير زياني، لكن بما أنني كنت أتوقع أن يطرح علي سؤال كهذا، كم هو قدر التعاون والتنسيق الموجود حاليا بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ سأجيب عنه إجابة قصيرة. التعاون موجود بمستوى مقبول برأيي، لكن التعاون غير مركز وغير كاف. اليوم التركيز يتمحور بشكل أساسي حول الخدمات الصناعية والصناعات التحويلية بدلا من تطوير التكنولوجيا وبناء البنى التحتية والأطر القانونية الملائمة لدعم الروح الريادية والابتكار. يمكننا أن نرى جودة المبادرات المنفصلة التي تطلق على مستوى كل دولة من دول المجلس، لكن برأيي لا، الجهود غير كافية، التنسيق غير كاف، نريد المزيد وأمل فعلا أن يطرح هذا السؤال على أحد الوزراء، فلابد من سماع رأي رسمي حول ذلك. شكرا لك عبد الرحمن. سؤال من القاعة.
السؤال موجه للسيد الحجري نعمر البيدلي من المركز البحريني لدراسات الاستراتيجية هنا لو سمحتم. بالنسبة إلى التعاون البحثي، قلت أنك تريد تحويل هذا السؤال إلى مع الوزير. شخصيا وبما أنني على دراية بتاريخ البحوث العلمية في بلدنا وحتى بالنسبة للبلدان الغربية، الكثير من البحوث العلمية تقوم بها منشآت ومصادر ممولة بصورة خاصة، كنا نتحدث عن شركات أو وهذا يصح تاريخيا، إن كنا نتحدث عن فاعلي الخير. مثلا ذهبت لجامعة هارفارد سترى أن هناك الكثير من المشاريع التي يمولها أفراد لغايات خيرية بحتة. برأيك حاليا في مجلس التعاون الخارجي لمن لا نرى هذا القدر من المبادرات الخاصة لدوائف الخير دعما للبحث والجميع يدعو الحكومة لتمويل هذه المبادرات وبصورة خاصة ما الذي يمكن فعله لعكس هذا الواقع؟ شخصيا أعتقد أن هذا أمر مؤسف لكنها مسألة يمكن معالجتها، ولا أحبز فكرة أن يكون الناس مدعوون دوما لطلب المساعدة من الحكومة. لابد وأن نأخذ زمام الأمور بأيدينا أحيانا وأن نمول هذه الأبحاث. شكرا على هذا السؤال الممتاز. أعتقد أن ردي سيكون ذات طابع سياسي. بالطبع الأمر متجذر في الثقافة نوعا ما. الناس غير معتادين على انتهاج الأمور على هذا النحو والسعي وراء أحلامهم وراء تحقيق شغفهم بصورة مستقلة، بل يعتمدون على الموارد المتوفرة. لكنها هكذا هي ثقافة دول مجلس التعاون الخارجي. الناس اعتادوا التعويل على الحكومة والاعتماد على الحكومة في تقرير مصيرهم. لابد وأن أقول الأمر صراحة، وكان الوضع لا بأس به، لا بل كان جيدا جدا حتى الآن، لكن لابد وأن نوضح الأمر أكثر لصناع القرار. راجينا إياهم أن يتركوا الناس يخوضوا التجارب أنفسهم، أن يفكروا باستقلال وانفصال أكبر، أن يسعوا وراء أحلامهم من دون تدخل الحكومة. هل لي أن أذكر مسألة سريعة كرد لو سمحتم؟ الزخم كبير بالنسبة إلى المبادرات الخاصة للعمل الخيري مثلا في دول مجلس التعاون الخارجي، والكثير من المساهمات الخيرية تحصل داخل المجلس وخارج المجلس كمبادرات خاصة من دون انتظار الحكومة أن تكون شريكة أو غير ذلك. بالتالي لماذا تعتقد أن الشخص نفسه الذي يكون مستعدا لأن يكون عامل خير بشكل عام لا يركز أقله أن يقدم بعضا من خيره للمشاريع البحثية؟ لم أفهم ما قلت صراحة. أتحدث عن الناس الذين يقومون بفعل الخير كثيرا، ربما لمساعدة الفقراء، لمساعدة الأيتام، ولا ينتظرون الحكومة لكي تريهم الدرب أو تمسك بأيديهم. لما لا نرى العقلية نفسها على مستوى العالم البحثي؟ هل نفترض إذن أن فعل الخير انطلاقا من سؤالك هم من أصحاب المليارات؟ إن افترضت هذا الأمر على هذا النحو ذلك لن ينطبق على مواطن المنطقة، المواطن الخليجي العادي. هذا لن يكون عادلا. الناس ليسوا بمعظمهم من أصحاب المليارات، لكن لابد من تعزيز هذا الفكر عبر وسائل الإعلام، عبر ديوانياتنا وحكوماتنا وأديارنا. إن طورنا هذه الثقافة هذا سيتحقق. سؤال إضافي. شكرا لك حضرة الرئيس. لقد سعدت بقدر التفاؤل الذي بثه المتحدثون إلى جانب نظرتهم الإيجابية. ربما مرارتي الاقتصادية ذكرتني
قصتي مدرسة شيكاغو. الأعمال طالبان كان يمشيان على الطريق فرأى أحدهما ورقة $100، الآخر كان لا يمكن أن تكون ورقة $100 وإلا كان أحدهم قد التقطها. سؤالي هو لماذا لم يحصل هذا الأمر؟ وأنا أواجه هذا السؤال ربما بطريقة تشريحية أكثر قائلة أننا سمعنا اليوم عن موضوعين أساسيين. أولا تحدثتم عن بطالة الشباب، ربما ليس بصورة محددة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي لكن في بعضها، لكن التركز السكاني يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. ثانيا سمعنا عن قطاع أساسي، قطاع النفط والغاز الذي تأثر بصورة كبيرة ويعيش اختلالات حقيقية بفعل التكنولوجيا. هل يمكن أن نربط بين هذا الحوار حول قدرة التكنولوجيا وبين هذين الواقعين في المنطقة؟ أولا كيف يمكن للتكنولوجيا أن توفر الحل لارتفاع النمو السكاني والبطالة؟ ثانيا ما هي الحلقة الناقصة على مستوى القطاعات التكنولوجيا التحويلية، ولماذا القطاعات في هذه المنطقة لا تحولها التكنولوجيا؟ شكرا لك يا بيل، أعتقد أنك تود طرح السؤال لك يا يوسف. نعم سأنطلق مما ختم بيل به. شركات سيفايف وأمازون وقعتا على صفقة ممتازة اليوم، لا شك في ذلك، بتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين. تمكين هي المدماك الأساسي الذي يعتمده ولي العهد في إصلاحات العمل، ووظيفة تمكين هي تدريب البحرينيين ليكونوا المختارين من جانب أصحاب الأعمال البحرينية. أنا لا أفهم صراحة ما فعلتموه اليوم، وبالطبع يسعدني جدا أن أرى شركة خارجية تأتي إلى البحرين لكي تتخذ من البحرين مركزا لها، لكن ضعوا ذلك جانبا. سؤالي هو كيف ستترجم هذه الشراكة؟ استخدام أموال تمكين ومرافقها على ضوء هذه الصفقة، كيف سيحصل هذا الأمر؟ السؤال الثاني يعزى إلى مسألة لم أفقهها، فلست صاحب طول باع في مجال تكنولوجيا المعلومات. ما هي العلاقة بين شركة سي فايف وأمازون؟ أين هو مجال التعاون بينكما؟ أكان ذلك في البحرين أو كما نأمل في أماكن أخرى؟ شكرا. شكرا جزيلا لك يا يوسف. لقد حصلنا على 4 أسئلة لسعر أو بسعر سؤالين، نفتح باب الإجابات. أندري تفضل أجب عن تلك الأسئلة التي تود الإجابة عنها. شكرا لك يا يانس. بالنسبة للسؤال الأول والحديث عن ورقة $100، أعتقد أن بناء تكنولوجيا أو قطاع تكنولوجيا يتطلب وقتا، وبصفتي شخصا عامل على تطوير التكنولوجيا كفئة أصول قبل الاستثمار في الخليج منذ سنوات، رأيت قدرا كبيرا من التغير والتقدم. للمرة الأولى القادة بدأوا يتحدثون عن أهمية التكنولوجيا وتنويع الاقتصاديات ويتخذون القرارات السياسية ليلتزموا بالاستثمارات هذه. هذا تقدم مهول إذا ما قارنا الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. دعم الحكومة على مستوى إيجاد الهيئة والبيئة الناظمة والاستثمار في التكنولوجيا كان أساسيا لتعزيز قطاع التكنولوجيا في البلدين، ورأينا ذلك بصورة غاية في الوضوح في أوروبا على مر السنوات الماضية التي ترنحت غالبا خلف الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير قطاع التكنولوجيا. لكن مثلا التزام الحكومة الألمانية سمح بتكميل التزام الحكومة البريطانية في إطلاق مراكز تكنولوجية، وسنرى ثمار نفسها هذه الثمار للقرارات السياسية المتخذة إلى جانب الإرادة السياسية التي تتبلور حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء تلك الأمثلة التي ضربها زميلي من تقنية. بالتالي التقدم يتحقق وفي أوانه، كما نشهد على زخم ليس باليسير خلف ذلك. وبحسب تجربتي كشخص
لطالما دعا إلى ذلك وسط أذان صماء، التحول مهول. الملاحظة الثانية التي أود أن أدلي بها، أتوجه في الواقع بها إلى زميلنا الذي طرح سؤالا حول شركة سي فايف وكيف ستساهم الصفقة بينها وبين شركة أمازون بتطوير المهارات البحرينية. في الواقع كما قال خالد الرميدي المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية هذا الصباح، تسخير الاستفادة من هذه القدرة الشبابية الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من المناطق الأكثر شبابا في العالم، يتطلب طريقة تفكير ابتكارية وحلولا خلاقة. لا يمكن أن نتخذ تحويلة على طريق معهودة، لابد وأن نطلق قافلة الابتكار بطريقة مختلفة. وعلى الرغم من إعلاننا عن الصفقة اليوم، نحن نعمل على تفاصيلها منذ أكثر من سنة. وخدمات أمازون الإلكترونية إلى جانب شركة سي فايف يستثمران الكثير خلف هذه الصفقة، وكجزء من هذه الشركة ننوي مواصلة التعويل على هذه الشركة واستثمار الرسامير الأجنبية في هذا الأمر. بالطبع ذلك يتطلب حلولا ابتكارية ورغبة بالاستثمار على المدى الطويل. شركة أمازون للخدمات الإلكترونية غير عادية، فهي شركة كبيرة مطروحة للاكتتاب العام، وهي تعتمد وجهة طويلة الأمد وتتقيد بها. موضوع آخر فائق الأهمية يتعلق الأمر في الواقع بتبادل الدرايات والتكنولوجيات والمهارات التي من شأنها تجعل من البحرين والمنطقة برمتها أكثر قدرة على التنافسية. اليوم المشاركة في القطاع التكنولوجي العالمي ليس اختياريا، بل هو لازم على الجميع. النفاذ إلى تلك المهارات، إلى تلك الإرادة، إلى تلك التكنولوجيا، وقيام بهذه التحويلات على المستوى الكبير، وإقران كل ذلك بروح ريادية، كلها عناصر لا غنى عنها. والبرنامج الذي تم كشف النقاب عنه اليوم سيتم تعزيز التفاعل بموجبه بين الشركات البحرينية وشركات عالمية. الأمر أشبه ب رمي مجموعة من الحصى في بحيرة صغيرة وأن نرى تردداتها على سطح المياه. لابد وأن ننتظر منافع ذلك الاقتصادية بدرقة عند البحرين والمنطقة برمتها. هل لديك ما تعلقين به سيدتي؟ نعم، أوافقكم رأي. جدي كان يقول إن واصلتم الفعل بطريقته المعهودة ستحصلون على النتيجة نفسها. هذه خطوة جديدة لكي تفعلوا الأمور بطريقة مختلفة، وكما قال أندري هذه الأمور لن تتحقق بليلة وضحاها. اسمحوا لي كذلك أن أعرج على بعض من الأسئلة المطروحة. سؤال كان يتعلق بالشباب التكنولوجي والمهارات. معي هذا الملصق الصغير الذي أعطاني إياه أندري، ومكتوب عليه هاشتاج الجمال بات رديف الذكاء. أعتقد أن المرأة جميلة من الخارج والداخل، فذكاؤها خارجي وداخلي. من المبادرات التي أطلقها مؤخرا كانت تتمحور ليس فقط مع حول الشباب، بل الشابات والفتيات، لإيجاد مهارات كافية في أوساط الذكور والإناث، لا سيما على مستوى قطاع التكنولوجيا، حيث اعتبرنا أننا نهدر إمكانات كبرى بتغييب المرأة. في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مثلا لدينا فقط 18 من السيدات اللواتي يدرسن التكنولوجيا في الجامعات، والنسبة نفسها في العالم. ونشهد على طفرة حقيقية في وظائف التكنولوجيا. يمكن تعديل ذلك على مستوى المدارس كما على مستوى الجامعات. عندما نتساءل إذن كيف نغير هذا الوضع، الأمر يتطلب جهدا من أهل السياسة ومن الشباب، في حين أن الشركات الخاصة، وهذا من بين ما فعلناه عندما أدرنا الشركة مع القطاع الخاص، عندما كنا نذهب إلى منطقة إلى بلد ما كنا نسعى إلى إيجاد شركة عميقة مع الحكومة. فإن دخلتم منطقة وانتهجتم نهجا طويل الأمد بطبيعته وحاولتم إحداث
بحر من التغييرات، التكنولوجيات متسارعة التغييرات، ولدى تحقيق التغيير المتوخي يكون قد فاتكم القطار. بالتالي لابد من إيجاد الشركات الملائمة مع الحكومة للالتحاق بركب ذاك القطار، إلى جانب وجود الشركات المناسبة مع قطاع التكنولوجيا. طرحتم السؤال كذلك حول C5 وكيف نتعاون مع هذه الشركة. في الواقع في شركة أمازون ويب سيرفيسز لدينا الآلاف من الشركاء، وشركة C5 هي شركة تكنولوجية وشركة كذلك مساهمة، لكنها من الشركاء الشغوفين بطبيعة هذه المنطقة ومن التي تفهم هذه المنطقة. معا ننوي تعميق الشراكة هنا لنحرص على ألا يقتصر الأمر على مجموعة أو مجموعتين بل أكثر من ذلك. نحن برأيي أفضل ما نفعله في أي منطقة هو أننا نجتذب قدرا كبيرا من المنطقة من الشركاء، فنمد اليد إلى مختلف مكونات البيئة المحلية، فنقول تعالوا فلنعمل معا. وما وجدنا هو أن الكثير من الشركات التي كنا نعمل معها لها مشاريع هنا في الشرق الأوسط، لكنها لم تكن تستفيد بالضرورة من كامل الفرص التكنولوجية. كما قال أندري، لم نبدأ بالعمل على هذا الأمر مؤخرا بل منذ وقت بعيد لتعزيز الاستثمارات، ونحن نسعى إلى تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع كما نسعى إلى ضخ الملايين في المنطقة ومد الشباب بالتدريب والإعداد والإشهاد. هي وجهة طويلة الأمد، نتوقع من خلالها أن نجني ثمار أفعالنا على المدى الطويل من خلال وجود مجتمع قادر تكنولوجيا، مجتمع شبابي يرعى النمو الاجتماعي. الأمر بسيط، نحن الرواد في مجال الحوسبة السحابية، والهدف هو أن نعمل ونتعاون مع حكومة المنطقة لكي نستنسخ خبراتنا على المستوى المحلي. فالواقع هو أن المنطقة متأخرة حاليا، لكن ذلك لا يعني أنها لن تلتحق بالركب المطلوب. لابد أن نتفهم ما هو المطلوب لكي نعمل على هذه المجالات السياسية وتعاون مع الأشخاص المناسبين في مجال التكنولوجيا. البرنامج الذي أطلقنا قد يكون خطوة واحدة، لكن الخطوات قد تلحق بها لإطلاق الرؤية المناسبة. ربما العمل يكون في مجال محدد كالطاقة أو الصحة أو الفضاء السبراني أو الإلكتروني، تتعدد هذه الخطوات ولسنا سوى في خانة الانطلاق. شكرا. عبد الرحمن، هل لديك ما تضيفه ردا على ما طرح من أسئلة أم أدلوت بدلوك؟ أود أن أجيب على سؤال دكتور حامد بعجلة. أقول أن الدول مجلس التعاون الخليجي يمكنها أن تكرر تجربة اليوم عبر إبرام صفقة مشابهة وتوجيه المؤسسات التعليمية ومؤسسات التنمية الاقتصادية إلى جانب مختلف المنظمات الحكومية نحو دعم هكذا مبادرات. عندما تتعدد وتزداد هذه المبادرات، الاقتصاد برمته يغير وجهته نحو الاستثمار في التكنولوجيا، والأمر يسير برأيي، ليس الأمر ضربا من الخيال. يمكن أن نجد طريقنا للتنافس، التنافس متاح اليوم، ولذلك نتحدث عما أنجزناه. بتنا أكثر تركيزا من الماضي، نعرف على ما نركز وأين ما نعمل ومع من نتعاون. وفي حال جرى استنساخ هذه التجربة في بلدان أخرى من المنطقة فلنكونن خير معين ومشارك في تطوير التكنولوجيا على الصعيد العالمي. يوسف، كان لديك سؤال آخر؟ في الواقع ضمن سؤالي تحدثت عن تمكين، فبحسب الأخبار التي تمخضت عن مؤتمركم الصحفي قلتم إن تمكين تستثمر في هذه الصفقة في هذا المشروع. تمكين ليست الحكومة، وأموال التمكين تتأتى من القطاع الخاص، نحن ندفع الضرائب
من خلال أو عن العمال الأجانب والموظفين الأجانب، وتذهب هذه الضرائب إلى سوق العمل ويتم تمويل مشروع تمكين عبر ذلك. بالتالي تمكين تسعى إلى تدريب العمال البحرينيين من خلال استخدام هذه الأموال، وليكونوا العمال المختارين من جانب أصحاب العمل البحرينيين. هنا بيت القصيد. تمكين هي من شركائكم، كيف سيسمح ما عقدتموه من صفقة بالتعاون مع تمكين؟ هل ستستقدمون المتدربين البحرينيين من تمكين؟ هذا ما أردت فعلا أن أعرفه، كيف سيكون التعاون مع تمكين؟ في نهاية المطاف الأموال تتأتى من القطاع الخاص، ندفع هذه الأموال، لكن أين تنفق هذه الأموال؟ هذا جل ما أريد معرفته. من أين منكم؟ تفضلوا أندري. هل أجبت عن ذلك؟ بالطبع يوسف، وافقك الرأي بالنسبة إلى أهمية تمكين، وعندما تعمل مع مؤسسة كتمكين على مدى طويل تتيقن ما هي المهمة، ما هو الدور، وما هي الغاية من هذا التنظيم أو هذه الهيئة. فهمنا لدور تمكين مماثل لفهمك له. وعلى ضوء تغطية المرتجعة التي حصدناها، نعرف أن بعض منشآت القطاع الخاص تريد تطوير محفظة المهارات لأبناء البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. القطاع هذا ليس قطاعا يشهد نموا على مستوى الاقتصاد البحريني فحسب، بل يتدخل عدد من القطاعات الأساسية الأخرى من قطاع الخدمات المالية وقطاع السياحي وقطاع الصيرفة، كما أن القسم الأكبر من الاقتصاد القطري يتألف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي الموظفة الأولى أو الجهة الأولى التي توظف البحرينيين. وبالتالي من المنطقي جدا أن تعمل مؤسسة تمكين معنا بصورة وثيقة على هذا المشروع. ومنذ مستهل المشروع تمكين كانت أساسية في إفهامنا طبيعة سوق العمل في البحرين، وما هي تلك المجالات التي توجد حاجة فيها للمهارات، وما هي تلك المجالات التي يمكن لشركة أمازون للخدمات الإلكترونية أن تساهم فيها من أجل تطوير المهارات في مجال الحوسبة السحابية لجعل البحرينيين أكثر قدرة على الحصول على الوظائف برواتب أعلى. تمكين كانت مفيدة جدا من خلال استخدام شبكتها وتسخيرها لنا كي نبلغ شركات محتملة في البحرين ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتشارك في البرنامج التسريعي. نثمن عاليا كل هذه الإسهامات التي حصلنا عليها من مؤسسة تمكين على مستوى تبادل المعارف وتمكيننا من بلوغ شبكتها الداخلية للمنشآت. سأدلي ببعض التفاصيل الإضافية. لقد التقيت المسؤولين عن تمكين منذ قرابة السنة، والقصة التي أخبرتم هي هي تالي. عندما أجول حول العالم أسمع هذه القصص الرائعة حول كيف أن الحكومات والمنشآت تنتهج نهجا مختلفا لحل الحلول الفريدة التي تواجهها، وما واجهته هو أن كل بلد لديه خاصياته. وأخبرتهم عن قصتي في زيارة الأخيرة للبرازيل، عندما التقيت مديرا تنفيذيا كان يدير مجلسا إنمائيا لهيئة محلية في البرازيل. لديهم هناك أقاليم ويعملون في ذاك الأقليم. هناك التقيت المدير التنفيذي وكان قد أخبرني كيف كان يستخدم برنامج دعم المهارات لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. أخبرني هذه القصة التي تتعلق ببرنامج مجاني يقدم للمنشآت الناشئة، وقال لي أنه يبلغ 100,000 منشأة صغيرة ومتوسطة كل عام، وهذا في منطقة صغيرة في البرازيل. وبالتالي راودته هذه الفكرة المتمثلة بإدارة برنامج لحاضنة أعمال ل 22 أسبوعا. كل أسبوع يجري برنامجا تدريبيا لهذه المنشآت الناشئة حول التسويق، حول التكنولوجيا، حول التمويل، حول حشد التمويل للمشاريع المشتركة. وأطلعني على كيفية استخدام هذا البرنامج الدعم وأحببت ذلك فعلا. هو مثال على
اتخاذ الحكومة لبرنامج خاص كنا نقدمه للجميع، وقدمنا هذا البرنامج هنا لمنشأة التمكين، وهو يتعلق بالمكون التدريبي والإعدادي والتثقيفي. وما حصل هو أننا لم نكن نرغب أن نأخذ هذا المكون ونفرضه على البحرين، أردنا فعلا أن نحول طبيعة هذه المنشأة في البحرين، وبالتالي التمكين شريكنا لأننا نريد أن ننظر إلى الأمر لنرى كيف سينجح الأمر في الجولة الأولى، ثم كيف نعدل العمل في الجولة الثالثة أو الثانية، وبذلك يمكننا أن نعمل كشركين ثلاث على هذه البرنامج أو البرامج لنرى إن كانت نافعة أم لا. فقد حققنا نتائج ممتازة، بالتالي من الأهداف التي نصبناها تبادل الأهداف أو النتائج التي حققناها، تمكين هي من الشركاء الأساسيين. فكما قلت للتو يا يوسف، تمكين مسؤول عن تدريبي وأعداد المواطنين، هل يمكن توسيع ذلك للمنشآت الصغيرة؟ هل يمكن تكثيف هذه المهمة، تعديلها بطريقة ما عندما نفكر بمتطلبات الاقتصاد التكنولوجي الجديد إلى جانب الفرص المتاحة بالنسبة إلى فرص النمو القائمة هنا في المنطقة؟ سؤال من القاعة. أود أن أطرح سؤالا ربما طرح من قبل لكن لم أسمع إجابة عنه. هذا السؤال يتعلق بالخطابات الضيقة بالنسبة إلى الاقتصاد والعلاقة بين التكنولوجيا والوظائف، والهاجس الذي يراود الكثيرين ومفاده أن التغييرات التكنولوجيا المباغتة لا تؤدي إلى توليد الوظائف فحسب، بل أنها إلى هدم كثير من الوظائف في قطاعات أخرى. المنطقة بالطبع تعبر مرحلة حيث الأولوية القصوى أو إحدى الأولويات هي توليد الوظائف. كلنا يتقبل واقع الحال، وهو أن ما من بديل ذات مصداقية عن تلك القناة التي ذكرتها. لكن كيف نتولى زمام الأمور؟ كيف ننفذ المبادرة بطريقة نطمئن فيها أصحاب الهواجس؟ شكرا لك يا يامو. عبد الرحمن، هل بدأت بإجابتك؟ عسى الخطوة الأولى تكون أن نعرف وجهتنا المستقبلية. كما ذكرت آنفا، السر هو أن نفند القطاعات الأساسية التي نريد أن نعمل عليها، ثم نحدد التدابير المطلوبة، الخطط اللازمة، الموارد التي نحتاجها لبلوغ ذاك الهدف. وإن كان الأمر يعني التعاون مع القطاع الخاص ولا بل إجبار القطاع الخاص على التعاون، فلا مناص من الأمر. نظرا إلى البنية السياسية لدول المجلس، الأمر متاح برأيي، قد نفعل ذلك أو قد نعمل على الجبهة الداخلية تماما كما شهدنا في السعودية اليوم في محاولة لإطلاق مزيد ومزيد من المبادرات الحكومية، تاركين القطاع الخاص لمصيره، آملين في أن تنتفض روح الخير فيه لكي تطلق قافلة الاستثمار، وليست برأيي تلك طريقة التصرف المثلى. لا بل الأفضل هو أن نشجع القطاع الخاص على العمل معنا نحو تحقيق أهدافنا، وأحيانا لا بد من الضغط على يده قليلا، فذلك متاح. أندري، هل لديك ما تضيف؟ أعتقد أن هذا السؤال رائع، وقد يكون من أصعب الأسئلة المطروحة في قرننا هذا. من جوانب التكنولوجيا، التي غالبا ما لا يقار بها، ما هي الطفرة التي تؤدي إليها التكنولوجيا من دون أي كلفة إضافية، وما هو دور التكنولوجيا في إعادة توزيع الثروات؟ خير مثال على ذلك هو الهاتف النقال الذي بات متاحا لأصحاب المداخيل المتواضعة حتى، وفي الوقت عينه هو نافذتهم لعالم من المعلومات التي كانت حكرا على قادة العالم مثلا في الدول المتقدمة منذ 30 أو 40 عاما. بالتالي
أعتقد أنه إضافة إلى تحسس النمو الاقتصادي، ونعرف أن الحوسبة السحابية قادرة على تعزيز نمو الاقتصاد القطري بدرجة أو درجتين مئويتين بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، لابد والتركيز على إعادة توزيع المعرفة والمهارات وخفض كلفة إعادة توزيع هذه في رعاية للنمو الاقتصادي. أوافق عبد الرحمن الرأي، التخطيط والعمل السياسي له دور أساسي في إنجاح هذه المعادلة، والحكومة مدعوة إلى التركيز على التخطيط طويل الأمد، مكون أساسي ذلك بالطبع. ثالثا، أعتقد أن البحرين دولة صغيرة زاخرة بالقوى العاملة عالية المهارات، وهي تواجه خطرا أقل من غيرها من الدول التي تمتلك قوى عاملة غير ناشطة غير مشاركة أو تركز بصورة أساسية على الأعمال اليدوية، والتي هي في خطر أكبر، خطر الانقراض بفعل التقدم التكنولوجي. أعتقد صراحة أن الفارس الذي كان يقود العرب والحصان قد قال ذلك يوما عندما جرى تصنيع أول سيارة، قال فقدت وظيفتي، لكن التكنولوجيا قافلة تسير لن تتوقف، وما أن تقول إن التكنولوجيا ستواصل مسيرتها وتقرون بذلك، لابد من إيجاد البيئة الملائمة التي تسمح لكم من الارتقاء بمهارات أناسكم فيعرفون ما الذي يدور من حولهم وما يحوط بهم مشددا. كما قلت، نحن كشركة خاصة رائدة في مجال الحوسبة السحابية نرى أن مسؤولياتنا هي تبادل التجربة وإيجاد هذه البيئة الثقافية. لم نبلغ ذاك المكان بعد، لكننا نعمل على البرنامج الذي أطلقناه البارحة، وهو بعنوان هاشتاج الجمال الجديد هو الذكاء، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات اللا ربحية والتي تعمل من سياتل، لكنها تدير برنامجها عمليا يمكنها من تطوير عملية تعليم الترميز الحاسوبي، وهي مقاربة طويلة الأمد، لكننا طبقناها ضمن برنامجنا الحالي من دون أي كلفة إضافية، وهي طريقة لتعليم الطلاب للترميز الحاسوبي. الوظائف قائمة، هي موجودة. مشددا أخبرتكم عن تجربة حول العالم، وغالبا ما يطرح علي من جانب الحكومات والشركات، هل يمكنكم مساعدتي للتزود بما أحتاجه من مهارات؟ توجد مهارات في مجالات متعددة، من تحليلات كبرى وأمن سيبراني إلكتروني وترميز إلكتروني. الوظائف موجودة وشاغرة. إلى جانب هذه الوظائف الشاغرة، حاليا لن يتغير الوضع في ليلة وضحاها. حتى في أمازون نقر بأننا نتغير بفعل استخدام الروبوتات في مختلف منشآتنا، وبتنا نثقف الطلاب على الوظائف الجديدة، وهذه المهارات الجديدة مثيرة جدا بالفعل. لابد أن نقر أن المسؤولية متقاسمة ومشتركة فيما يتعلق بتثقيف الناس وإحراز المرحلة الانتقالية، لكن الأمر يتطلب تخطيطا وتنفيذا محكمين لكي نحرص على إتمام الأمر على خير ما يرام. هل من أسئلة إضافية قبل أن نختتم؟ أعتقد أن الجلسة كانت إيجابية للغاية، اليومان كان إيجابيان بالفعل، البارحة لقد أعجبت كثيرا خلال الحفل الافتتاحي مع مداخلتي مع الوزير والأسئلة التي وجهت له، وكانت أمارة واضحة على نجاح هذا الحوار. لقد سمعنا من المتحدثين الأساسيين عن مبادرات عدة، مثلا موضوع الحوسبة السحابية حيث لهذه المنطقة قدرة تحويلية كبرى. سمعنا الكثير عن التعليم، التعليم من مواطن التحديات الكبرى التي لابد من معالجتها. سمعنا المدير التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادي التي تحدث عن أهمية ذلك وعن نشأة الاستثمارات في المنطقة، وكيف أن البحرين بات
يكتنز عددا من الجامعات من الطراز العالمي. هذا يهدف إلى سد ثغرة وفجوة المهارات. تبقى التحديات قائمة، لكن الإمكانات هائلة والخطوات المتخذة مشجعة جدا. أعتقد كذلك أنني أقله شخصيا سأخرج من القاعة ويراودني شعور بأن المستقبل مشجع. أتطلع قدما إلى متابعة التقدم المستقبلي. مع ذلك أعطي الكلمة إلى الزميل الذي سينهي بالتصفيق كما يبدو. قبل الإلتاء بكلمة قصيرة، اسمحوا لي بإعلان وحيد وبعض كلمات الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المنتدى. عند الساعة 7 في الباحة الخارجية في مواجهة البحر نقيم حفلة كوكتيل مع بعض المقابلات الشهية لكل من بقي معنا على مر اليومين وكان خير تلميذ نبيه. تفضلوا وانضموا إلينا. والآن نصل إلى بيوت الشعر والشكر. أشكر أصدقائنا في البحرين الذين أنجحوا هذا البرنامج التعاوني المشترك. أشكر زملائي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى جانب الرؤساء 7 للجلسات 7 وأسماءهم يتلوها السيد، وقد رأسوا إذن الجلسات المختلفة. أشكر زملائي من لندن الذين أتوا وساعدوا في إنجاز الترتيبات اللوجستية بإدارة شينا باتيل وتامس لين، إلى جانب ألكسندر باكل وجيمس هورت وليلي هارت كوين وستيفاني لوف. أخيرا زملائي هنا العاملين في البحرين بإدارة قطادة زمان، المدير الإداري لمكتب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وحسن الرئيس محمود عبد الله، عمران خان، ورو كالي، سالس جونز، أريكا برويز، فاطمة الحسن، عبد الله طه وغيرهم. ويندي بيريرا، داروين بيبرادج، زهرة سلمان، وبالطبع يوسف مبارك صديقي العزيز. شكرا لكم جميعا على هذا العمل، هذا الجهد الممتاز لإنجاح هذا المنتدى، منتدى خليج البحرين. وأمل فعلا أن يتحول هذا الحدث إلى حدث سنوي ريثما نراكم بإذن الله في العام المقبل. شكرا واستمتعوا بحفل المساء.